بغينا نعيشو بحال الناس بحال كاع البشر. الناس وصلت للقرن 21 وحنا في العاشر. صافي سكت غيتسالى سكت غيتجمع بالصوت ديالنا بجوج طبل ضودنكم غايت تفرافرع. كيقولوا غيعملوا المزيان كنقول لهم غير بلاش حيت فات الفوتو دابا وجدوا حناكم لطراش. الضوء ديال المغرب طفا وحنا غنشعلوا فلاش. هذا علاش كنقول لكم نقرضوا دغيا على البراش. كندور في البلاد كنشوف مشاكل غدو كتزاد ناس كامله كتشوف عقلها فاض مغرب قوه سرقه ما بقى قد وبنادم ما بقاش كاع يتقاد. الحكومه زعط ما فوق البلاد كيشوفوا فلوس بالميراث بعد الدمار شعله فيه العواد. يس الناس كتموت على بلادها وحنا الحكومة بالعكس كتدي فلوس للمغرب ومخليها جالس للدص. ها خلات الناس في قفص ها قطعين الحس بالحق الحرية جات باش تخلي الناس من الحبس. ها